كفلاح يستعد لموسم الحصاد. يتنقل أبو عقيل بين أغنامه، مجموعة يطعمها وأخرى يسقيها، يجهز مواشيه لموسم أضاحي العيد، موسم ارتفعت فيه أسعار الأضاحي ببغداد رغم أن الطلب ما يزال ضعيفاً مع اقتراب العيد. احنا مثل موسم حصاد، الأسعار احنا متايين اليوم لعيد الأضحية المبارك علينا، متايين من الجيت من الشعير من الأسعار. أسعار عندنا مختلفة، عندنا 225، عندنا 250، عندنا لا 300، أغلى السعر هذا عندنا. عندنا اليوم احنا الشعير غالي، الحشيش غالي، اختلف عندنا السنة هواي السعر. شراية ماكو عندنا غليل الموسم. انتقاء الأضحية ليس أمراً سهلاً، هكذا يقول وسام الذي يروم شراء أضحية العيد لا سيما مع ارتفاع الأسعار. يبحث عن خروف يلائم طلبه من الوزن والسعر والشروط كلها. جيت اليوم والله هنا اشتري أضحية لحجي لوالدي، بس الأسعار شوي متغيرة يعني عالية، مو مثل كل ذي السنة. السنة شوية السعر صاعد والإمكانية ماكو. هي ليست مشكلة وسام وحده، فالجميع لامس فرقاً في أسعار المواشي، أسعار ارتفعت بما لا يقل عن 20% عما مضى، ارتفاع يتطلب أن يكون في قباله دور من قبل الجهات المعنية بتحديد سقوف سعرية لبيع الأضاحي. إقبال ضعيف على شراء المواشي رغم اقتراب العيد، إقبال لم يعد من الجميع على شراء الأضحية بسبب الأزمة الاقتصادية، وإنما أضحى يقتصر على من استطاع إليه سبيلا. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.